في اللغة الألمانية، هنتكلم عن درس الساعة. هنعرف الساعة بالألماني يعني إيه؟ اسمها إيه؟ دي أوات سايت. دي أوات سايت. نوخ أيمان. دي أوات سايت. هنعرف إزاي نسأل عن الساعة وإزاي نرد عن الساعة، إزاي نتكلم عن الساعة. والسؤال عن الساعة يوجد طريقتين. Wie spät ist es؟ Wie spät ist es؟ ده السؤال الأول. لما نسأل عن الساعة نقول Wie spät ist es؟ أوضة. السؤال الثاني Wie viel Uhr ist es؟ Wie viel Uhr ist es؟ كده عندنا طريقتين للسؤال عن الساعة. أول طريقة Wie spät ist es؟ الطريقة الثانية Wie viel Uhr ist es؟ في طريقتين للتعبير عن الساعة في اللغة الألمانية. الطريقة الأولى الطريقة الرسمية. الطريقة الرسمية دي تتقال فين؟ بتتقال في الراديو والأخبار والمحطات والقطارات. والساعة دي بتسمى إيه؟ أوفيتسيالي زايت. أوفيتسيالي زايت. الطريقة الرسمية أوفيتسيالي زايت. نيجي بقى للطريقة التانية. الطريقة التانية دي بنستخدمها في حياتنا اليومية، ودي اسمها إن أوفيتسيالي زايت. إن أوفيتسيالي زايت. كده عندنا طريقتين. الطريقة الرسمية أوفيتسيالي زايت، بنستخدمها في الراديو والأخبار والمحطات والقطارات. والطريقة الغير رسمية دي بنستخدمها في حياتنا اليومية واسمها إن أوفيتسيالي زايت. إن أوفيتسيالي زايت. نبدأ بقى بالطريقة الرسمية. الطريقة الرسمية دي نستخدمها إزاي؟ نعبر عنها إزاي؟ أول حاجة في التعبير عن الطريقة الرسمية بنقول أول حاجة الساعات. يعني أنا مثلاً عايز أقول الساعة 10:30، تمام؟ هقول في الأول هبدأ بالساعات، هنكتب الساعة سواء 10 أو 9 أو 8، بعدين هنضع كلمة أو، ولازم أول حرف من كلمة أو يكون قوس، تمام؟ بعدين نضع الدقائق، يعني أنا عايز أقول 10:15 دقيقة. هنقول الساعة، بعدين نضع كلمة أو، بعدين نضع كلمة الدقائق. ونلاحظ حاجة تاني، إن في الطريقة الرسمية نستخدم نظام الـ 24 ساعة وليس نظام الـ 12 ساعة. يعني إحنا عندنا في مصر لما نقول الساعة 3:15 بعد العصر، في الطريقة الرسمية مش هنقولها بالطريقة دي، هنقولها الساعة 15:15، زي ما عندنا آخر مثال موجود إيه؟ الساعة 15:07. هنقولها إزاي؟ إس إست فينفتسين و زيبن. الساعة 15:07 زي ما أنتوا شايفين. هناخد أول مثال. عندنا الساعة 10:30 اتقالت إزاي؟ إس إست سين و تغاي سيك. إس إست سين و تغاي سيك. لاحظنا إن في الأول قلنا الساعات، بعدين وضعنا كلمة أو، بعدين وضعنا الدقائق. المثال الثاني، الساعة كام؟ 2:15. هنقول في الأول الساعات، كلمة أو، بعدين الدقائق. إس إست زفاي أو فينفتسين. الساعة 2:15. وثالث مثال زي ما أنتم شايفين، 15:07. تمام؟ دلوقتي معانا تمرين هنعبر بيه عن الطريقة الرسمية للساعة، ازاي نعبر بيه؟ أول تمرين هنحله سوا مع بعض، وهسيب لكم باقي التمارين تحلوها سوا. أول تمرين 11:45، هنحله ازاي ده؟ زي ما احنا اتعودنا، هنقول الساعات في الأول، وبعدين هنضع كلمة أو، ولازم أول حرف منها يكون قوس، وبعدين هنضع الدقائق. هنقول ازاي؟ إس إس إلف و فوف أون فياتسش. تاني إس إس الف و فوف اون فياتسش. باقي الساعات بقى هتحلوها سوا مع بعضكم في البيت. وبكده عرفنا ازاي نعبر عن الساعة بالطريقة الألمانية، كده عرفنا ان ليها سؤالين، وعرفنا ازاي نعبر عن الساعة بالطريقة الرسمية. تشوز.